السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله في أرض الله كلها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا أيها الأحباب مع نداء الكريم الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تكلمنا في اللقاء السابق حول هذا النداء عن التوبة، لنكمل اليوم ثمرتها وبركتها. التوبة كما سمعتم هي رجوع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وعلامتها إسبال الدمعة في الخلوة والندم والبكاء والخشية، علاماتها الاستغفار باللسان وترك الذنب بالأركان أو بالجوارح، وإضمار عدم العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. التوبة لها شرائط. عايز تتوب؟ التوبة مش قول تبت إلى الله وانتهيت، أو استغفرت وانتهيت. التوبة عمل كبير وعظيم من أعمال القلوب، أن تنظر للذنب كأنه جبل سيسقط عليك لولا لطف الله ورحمة الله عز وجل. التوبة النصوح قال بعض أهل العلم هي التوبة الخالصة الصادقة التي تنقي العبد من كل شائبة، وتطهر قلبه من كل خطأ ومن كل معصية، وتعيده عبدا نقيا ناصعا قلبه لله عز وجل. جاءت كما يقول بعض العلم من النصاحة التي هي الخياطة، فالخياطة توثق الثوب بالثوب، تربطه وتشده بعضه إلى بعضا. فالتوبة تشدك وتربطك بشدة مع أهل الإيمان وأولياء الله سبحانه وتعالى، أو هي توثق إيمانك وإسلامك وعبادتك وتجعلها قوية غير بهت. التوبة النصوح من يريدها إذا أخطأ العبد في حق نفسه فيستغفر بلسانه ويندم بقلبه ويعزم على عدم العود، وإذا كان الذنب متعلقا بالعباد فلا بد أن يتبرأ من هذا الذنب من العباد، وأن يعطي العباد حقهم. ثم إن من الأسباب المعينة على التوبة هجر البيئة، كما أمر العالم هذا الرجل الذي قتل 100 نفس أن يهجر بيئته. إنك تخرج من صحاب السوء، من رفقاء السوء، طول ما أنت في وسط صحاب السوء مش هتعرف تتوب، مش هتقدر. أنا بتكلم بسرعة لأن الوقت دايما بيدهمنا. 2، تذكر الله عز وجل واليوم، شوف اليوم الآخر، تذكر قرب الموت. إن اللي بيخلي الإنسان يذنب إيه؟ طول الأمل. لكن كلما قصر الأمل والموت يأتي بغتة، كلما عدت واستغفرت، لأن التوبة لابد أن تكون على الفور بسرعة، ما تأجلش التوبة لأن أنا معرفش هموت إمتى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم استحضار مراقبة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل عليك، كل هذه من الأسباب المعينة. مصاحبة الأخيار. التوبة يعرفها بعض العلم أنها نوعان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. توبة الإنابة أن تتذكر إحاطة الله عز وجل بك وقدرته عليك فتخشاه وترهبه، وتوبة الاستجابة أن تنظر إلى قرب الله عز وجل منك فيأخذك الحياء من كل أنحائك من الله عز وجل فتستحي أن تقع في الذنب. هذه ملخص التوبة، أو هذا ملخص التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا
توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا بالنسبة للعاصي. أما الطائع فإنه ينظر في حال نفسه، من الذي وفقه للطاعة؟ إنه الله عز وجل. فهل شكر الله عز وجل أن هداه ووفقه وجعله عبدا مطيعا منيبا لله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم يتذكر هذه المنة وهذه النعمة أن جعله الله عز وجل مطيعا منيبا فليتوب إلى الله. وهذه التوبة كما قال ابن القيم على العبد الواجب على العبد في كل حال، وهو ينظر ويقول كلاما عجيبا غاية في العجب، يقول إذا لقاك أخوك بوجه طليق فاستغفر الله. توب لله إذا لقاك أخوك بوجه طليق، يعني حد قابلك في الطريق باسك التزمك احتضنك فرحا بك مسرورا. يقول ابن القيم استغفر الله. وما وجه الاستغفار هنا؟ ما مشهد الاستغفار هنا؟ يقول إنه ما قبلك ولا عظمك ولا أحبك لأن الله عز وجل أظهر منك له الجميل وستر عنه القبيح، وهذه نعمة جسيمة ومنة عظيمة. هل تذكرتها؟ هل شكرت الله عليها؟ فلما لم تذكرها وتشكر الله عز وجل عليها فتوب إلى الله عز وجل. هذا كلامهم عن التوبة، أن تلزم في كل حال من أحوالك أنت، حتى أن بعضهم يقول التوبة من التوبة. سبحان الله، توبة من التوبة. نعم، قد تقع في ذنب من الذنوب ثم تتوب منه وتستغفر ثم تترقى في العبادة مع الله عز وجل لتلتفت إلى الذنب مرة أخرى وتنظر في توبتك منه لتستقل هذه التوبة التي تبتها من قبل، فتستغفر الله عز وجل من توبتك الأولى لتجدد توبة أخرى. فإذا ترقيت في العبادة تنظر إلى هذه التوبة الثانية تقول ما أقلها وما أعظم الله وما أحوجني إلى توبة أعظم، فتتوب من التوبة وتظل تترقى وتظل تتوب، ويظل الله عز وجل يقبل عباده التائبين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم يفتح الباب سبحانه وتعالى واسعا مؤملا عباده بهذه الكلمة التي تفيد الرجاء، بأن يفتح الباب سبحانه وتعالى لكل عاص مثلي: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. لا استنى، ده كل كلمة في الندى النهاردة معانا محتاجة وقفة. عسى ربكم، هذا تطميع، اطماع، ربنا بيطمعك، ربنا بيطمعك. توب، هعمل لك كده، هعمل لك ايه؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. استنى حبيبي، استنى، عشان دي منة عظيمة جليلة. يكفر السيئات يعني يغفرها، بس لا مع سترها، جاءت من الكفر الذي هو الستر. استنى بس كمان، خد الفايدة دي عشان تعرف قد ايه حلم ربنا عليك. انت ساعة لما اذنبت سترك ربنا، وساعة لما يجي يغفر ويستر. لان لو غفر وفضح، لو حد عرف ذنوبك فضيحة، ستران الله عز وجل وإياك من الفضيحة في الدنيا والآخرة. فمن بركته ورحمته ومنته وفضله أن يغفر ويستر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تخيل كده لو يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قدام العباد قدام الخلق جه يقول للعباد أنا غفرت لفلان، غفرت لفلان اللي عمل كذا وكذا 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 وكذا. فضيحة ولا مش فضيحة؟ فضيحة ولا مش فضيحة؟ فضيحة. لكنه سبحانه من حلمه ولطفه وبره وستره يغفر الذنب مع ستره على العبد، فلا ينكشف لأحد. فهذا هو عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. سبحانه. طيب ده اللي تاب، الذنوب تستر. لا، ده مش تستر بس، ده إذا صدقت توبة العبد. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السيئة تمحى، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ثم بعد محو السيئات مع سترها، مع سترها، مع سترها، إنه إذا صدقت التوبة وعمل العبد العمل الصالح بدل الله السيئات حسنات. في هذا الحديث العظيم الجليل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن عبد في يوم القيامة وفي عرصاتها، يقول الله عز وجل للملائكة: أظهروا لعبدي صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها. فيجيء العبد يتصفح صحيفته فإذا به يرى حسنة، فيقول هذا العبد: ربي هذه حسنة لم أعملها. سبحان الله، إنها الأمانة. الحسنة تنجي، الحسنة تدخل الجنة، الحسنة زيادة عن السيئات، لكنه أمين، لا مش بتاعتي، مش بتاعتي، يا رب هذه حسنة لم أعملها. تقول الملائكة: هذه سيئة كذا، بدلها الله لك حسنة. ثم سيئة أخرى: هذه سيئة كذا، بدلها الله لك حسنة. فيفرح العبد ويقول: ربي 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 ربي، هناك سيئات عملتها كبيرة لا أجدها، كبيرة لا أجدها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فيا أيها التائب أقبل على الله، مهما كان ذنبك عظيم فإن عفو الله أعظم، مهما كان ذنبك كبير فإن عفو الله عز وجل أكبر. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك. ثم إني مسلم أقبلوا على الله تائبين منيبين عائدين، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذه هي الجائزة الأولى. والثانية: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو موضوع حلقتنا القادمة. أسأل الله لي ولكم القبول في هذه الأيام المباركة، وأن يرخي علينا ستره، وأن يرزقنا التوبة النصوح. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.